طب خلونا كده، يبقى معانا ايه هشام تالتكم اللي خدت معاكم البطوله. ازيك ايه؟ الف مليون مبروك الحقيقه، يعني حاجه جميله وبنهنيكي. الله يبارك في حضرتك، يعني شكرا جدا، ربنا يفتح. كلميني عن التحديات اللي قابلتكم قبل البطوله. قبل البطوله يعني التحديات في البطوله نفسها ولا؟ لا قبل البطوله وكمان في البطوله. والله قبل البطوله احنا يعني التحديات نفسها ان دي كانت فتره امتحانات، فكانت فتره مضغوطه معانا شويه، ان احنا محتاجين نبقى في معسكر ونتمرن تمرينتين في اليوم، وفي نفس الوقت امتحاناتنا شغاله، يعني في ناس اضطرت تأجل المواد علشان كانت نفس ميعاد البطوله. دي كانت اكتر حاجه يعني عامله ستريس علينا. والبطوله طبعا احنا كان معانا فريق اسبانيا في البولد، ده فريق اول عالم بقاله كذا سنه ورا بعض، وكان معانا فريق منتخب تركيا الاول اللي هو الفريق الاساسي كان معانا برضو في البوله، واحنا بنلعب على ارض تركيا، فده طبعا كان تحدي بالنسبه لنا ان احنا عايزين نكسب صاحب الارض. فالحمد لله ربنا كرمنا يعني، وكسبناهم بفرق كمان في الدرجات كان كبير يعني الحمد لله. طب ايه قولي لي، يمكن كورونا حاجه مزعجه جدا، يعني كل الناس بتبقى قلقانه وقلقانه سافر وقلقانه، انتوا تعاملتوا مع الموضوع ده ازاي ايه؟ هو كان في هناك بصراحة التنظيم من البطولة كان مجهز يعني إن هو يستقبل الدولة، كانت مجهزة إن هي تستقبل البطولة، وكان في تنظيم، كان في حل في كل حتة، وإحنا ما بنمشيش من غير الكمامة، كل حاجة كانت منظمة، بنعمل مسحة كل يوم قبل اللعب عشان يبقى ضامن قبل ما ندخل التنظيم، أصلا ما ينفعش حد يدخل غير لما يبقى نيجاتيف كورونا. طبعا إحنا كان طالع معانا دكتور منتخب رحمة الصاوي، كان برضو متابع معانا، الجهاز المدربين كانوا مركزين معانا ان احنا محدش يخرج بره الفندق، لا يعني كان في احتياطات كنا واخدين بالنا كويس الحمد لله. طب قولي لي، يعني يمكن اكيد لازم اسرتك تعبوا معاكي كمان يا آية، يعني خليني اقول انه الانجاز ده بيجي وراه اسره كامله واقفه وراكي، كلميني على الموضوع ده. يعني انا طبعا يعني والدتي، يعني انا والدي والدتي هم اكتر مشجعين ليا، بس والدتي بالذات يعني معايا في كل حاجه، بتسهر معانا، بتوديني التمرين، دايما معايا، فطبعا هم اكبر سبورت ليا يعني. ربنا يوفقك طبعا ايه هشام، نجمه الفريق والاحد الابطال، يعني كانوا بيتكلموا عني كويس قوي على فكره دلوقتي، نهى وتقى، وكانوا بيقولوا ان انت روح واحده، يعني عايزه تقولي لهم ايه في الاستوديو؟ يعني انا بحييهم والله اللي على وقفتهم في الملعب، وكانوا رجاله وكل واحده فيهم فوقت على نفسها واتحدت نفسها، كانت قد المسؤوليه مع ان ما شاء الله سنهم صغير، فلا هم انجاز يعني بصراحه. طب تو انت عايزه تقولي حاجه لاي على الهوا؟ والله احب اشكرها طبعا، عشان يعني هي اكبر واحده فينا، فدايما تنصحنا ودايما يعني تقعد تدينا حاجات كده عشان نعمل الاحسن في الاداء، فطبعا هي بتقف معانا يعني. اكيد. طب نهى تحب تقولي لها حاجه؟ هي يعني هي بالنسبه لي يعني هي اكبر واحده موجوده، وهي دايما فعلا بتنصحنا وتقول لنا ايه اللي لازم نعمله، يعني هي اللي محتضناكم. طب هي قولي لي، مين في نهى وتقى يعني بيتعبك شويه، شقي، ينام متاخر، يعني قولي لي. لا خالص والله، لا بجد هو كلنا بنبقى شايلين مسؤوليه يعني. يا آية. لا والله. لا خلاص، احنا في بطوله كلنا واخدين بالنا، في ميعاد نوم، بناخد بالنا من اكلنا، في التزام يعني، في التزام تام كل حاجه. لا طالما انت مش عايزه تقولي، انا اخليهم يعترفوا على نفسهم يا آية، ما تقلقيش يعني. لا والله كانوا زي الفل، لا يعني ابطال بجد. طب قولي لي في البطوله اللي فاتت دي، اكيد حصل حاجه كوميديه، موقف كده، حاجه في المطار، احكي لي حاجه من الحاجات دي. ايه بس يعني لا في حاجه افتكرتيها فاقولها انا؟ لا مش فاكره حاجه، لا عادي الهزار العادي يعني، ما فيش حاجه معينه. يعني مثلا ما كانش في الطياره كده. لا انت عايزه تقول حاجه كده. لا والله يعني مش هقول حاجه، ما كانش في حاجه كوميديه حصلت كده يعني. هي السفريه كلها بتبقى كوميديه يعني، ما فيش حاجه لقطه كده رحت الملعب لقيته حاجه مش مظبوطه، حاجه بتاع يعني قولي لي حاجه من الحاجات دي. اكيد واحنا رياضيين كان ده انا في اي يعني بطوله اقول لكم حصل كتير، ما فيش حاجه تفتكروها؟ ما فيش حاجه والله جايه في بالي معينه، بس هو في حاجات كتيره بس مش جايه. طب يعني احنا كفريق مع بعض السفريه مش
يعني بطولة بس مش تحت ستريس بقى اللي هو ربنا نهار، لا يعني الدنيا الجو كان لطيف. طب قولي لي ايه، عملت شوبينج هناك؟ لا. كنت قاعدين تحت يعني ممنوع اصلا تخرج من الفندق. يعني انتوا كنتوا قاعدين في بابل ولا انتوا اللي ما خرجتوش شوبينج؟ لا احنا في نظام الكبسوله تقريبا او حاجه كده، يعني هو دي اجراءات البطوله اصلا، فاحنا لا احنا ممنوع نخرج بره الفندق لسلامتنا يعني. بس ده بيصعب الامور شويه، يعني بتحس ان انت زهق وبتاع ولعب وترجع الاوتيل ومش مصرح ليك تخرج، موضوع زهق شويه. شويه طبعا بيبقى الجو يعني بيبقى الواحد محتاج يتمشى او كده، بس خلاص احنا عارفين ان احنا ده عشان سلامتنا، وفعلا يعني لا قدر الله ممكن حد يطلع يتصاب، فالبطوله اصلا كلها يعني خلاص، ولو حد لا قدر الله اتصاب بعد الشر الفريق كله مش هيلعب، فكله كان. طب وجاهزه ايه ان شاء الله للبرتغال كمان شهر ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله احنا في المعسكر، فيعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه باذن الله ونوصل فاينل ان شاء الله. يا هشام نجمه طبعا فريق الكاراتيه في الكاتا منتخب مصر والنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.